تكريات بكم نتوما لان كانوا لي دوموند من عندكم. لحد ساعه وصلنا لجوج ديال الدروس اللي حطيتهم في القناه وهذا هو الدرس الثالث. كنتمنى ان هذه القناه تزيد تكبر وتكبر اكثر ويكون الجيتار هو وسيله تواصل ما بيني وما بينكم. قبل ما نبدا في الدرس الثالث اللي غنحاول انه ما يكونش درس طويل بزاف، كنبغي نشير بان جوج دروس الاولانيين اللي مهمين كنتمنى انكم ترجعوا تعاودوا ديروا لي زيكزيرسيس سورتو اللي كنا هضرنا عليهم في الدرس الاول اي لا براتيك اللي كاينه في الدرس الثاني ديال كيفاش تساوي لا غيتار ديالك وشنو هما لي زانفورماسيون اللي خصك يكونوا عندك باش تقدر تمشي تعزل ولا تشري غيتار بثمن يكون مناسب وتكون غيتار اللي تقدر تصبر لك واحد المده بلا ما تعلم. بالنسبه للدرس الثالث غادي يكون واحد الدرس ما غيكونش طويل بزاف لان غادي نتكلموا فقط على لي كورد. كما كتعرفوا الجيتار فيها 6 ديال الخيوط، ما يمكنش انني نكون كنلعب لا جيتار عام كامل وانا شاد نفس لي كورد وكنخدم بهم. بعض المرات كنوقع في مشاكل ان كيقدر مثلا ديك لا جيتار تيرمو انني لعبت بها ولي كورد قدامو بزاف حتى فاش كنبغي نساويها ما كتبغيش تساوي ليا. غنعطيكم بعض لي زاستيوس اللي غيقدروا يعاونوكم باش تعرفوا واش لي كورد اللي عندكم في لي جيتار واش مازالين مزيانين ولا خصكم تبدلوهم. اول حاجه خصكم تردوا ليها البال هما عندنا ثلاثه ديال لي كورد التحتانيين، سي دي كورد اللي فيهم السبيب كما كتعرفوا. دابا السبيب مع الوقت كيبدا غادي وكيتيرى، دونك كيبدا يتجبد كيتجبد. باش نعرف واش هذاك السبيب باقي مزيان ولا لا كنشوف كنحاول نلاقيه مع الضوء وكنشوف واش فيه واحد لي تراس. الا بان ليا بلي هذاك السبيب فيه دي تراس بيضين عرف بلي وصلت يعني الخيط وصل لواحد لي تيرمون تيرمون كبير بزاف. ان سيغتان مومون الا عاود تزيرته يقدر يتقطع. دونك هذا بالنسبه لي 3 بروميير كورد اللي عندي لتحت. بالنسبه لي كورد الفوقانيين كيولي عندهم واحد لاكولا اخرى الاشاره هاد الجيتار هادي راه يلاه بدلت لها لي كورد، ولكن غتبقاو معايا في لا فيديو باش غادي تشوفوا كيفاش بدلت لي كورد ديال لا جيتار والصوت ديال يعني الرنه ديال لي نوت ولا لي فراب اللي وليت كندير فريمون واحد لا ديفيرونس كبيره في الصوت. بالنسبه لي كورد الفوقانيين باش كتعرفهم انهم ما بقاوش خدامين كنشوف لا كولور ديالهم. في الاول كيكونوا بيضين يعني تيرمون هاد لي كورد كيكونوا باقيين نقيين، مع الوقت كيبداو يتوكسيداو كيبداو يتصداو. ملي كيبداو يتصداو ما كتبقاش داك الصوت كيخرج مزيان لان شي حاجه اللي مغشيه هذيك لا كورد بحال الشكل ديال لي بروميير كورد اللي دوينا عليهم من تحت حتى هما كيتيروا مزيان. كاين واحد النيلون لداخل، بعض المرات كيولي هذاك السلك اللي كاين هنايا سورتو في لا 4ييم كورد الى 5ييم كورد كديطاش هذاك السلك وكيبدا يبان النيلون بحال كيتقطع، كيبقى غير النيلون اللي كاين. مع الوقت كتقطع هذيك لاكور وما كتبقاش صالحه. يعني الا كنتي باغي تلعب بواحد لا جيتار اللي تعطيك الصوت مزيان تقدر تكون الجيتار غاليه وتقدر تكون الجيتار يعني شريتيها بواحد الثمن غالي ولا لا مارك مزيانه، ولكن الا كانوا لي كورد عيانين راه ما غاديش تسمع الصوت مزيان. لا دوري دو في ديال لي كورد، لا دوري دو في تقريبا اون موين ديال 3 موا كيلكو سوا لا مارك. انا لا مارك اللي شريت دابا سي اون مارك اللي شويه معروفه بزاف، سي اون مارك لي شويه غاليه تقامت عليا تقريبا بواحد 300 درهم. اول مره كناخذ هاد لا مارك ما عمري ما جربتها، غادي نخليها لكم غادي تشوفوا لي زيماج ديالها في لا سويت ديال لا فيديو. سا فو با دير كو هي اللي كاينه، كاينين دي مارك لي موان شير دي مارك شينواز كيتباع لا كورد كتباع ب 6 دراهم، دونك 6 في 6 هي 36 درهم تقريبا كيخليها لك بواحد 30 درهم. يعني تقدر تشري عماره كامله ديال الجيتار ب 30 درهم، ولكن ماشي شي حاجه اللي فريمون دو كاليتي. انا فاش جربت هاد لي كورد جداد هادو اللي ركبت فريمون كاينه لا كاليتي في الصوت، وحتى في لافراب كتحس بالكورد مجبده مزيان وكتعطيك واحد الصوت مزيان واحد لا ريزونونس كتكون لا فريكونس كتكون مريقل. دونك هادو هما لي كونساي اللي نقدر نفيدكم بهم في هادشي. دابا غادي ندوزو لا براتيك، بقاو معايا. دونك انا غادي نبدا نديفيسي في لي كورد كاملين. صافي تاخذ لي شويه ديال الوقت ولكن ماشي شي حاجه اللي صعيبه. دونك غادي نحيدهم كاع
كندورهم من الاحسن بلا ما نقطع لي كورد باش انا جو بريفير انني ما نقطعهمش. علاش؟ باسكو بعض المرات تقدر تطيح في شي مشكل هو ان تقدر تقطع لك شي كورد ديال عماره جديده وما عندكش باش تبدلها. دونك من الاحسن لي كورد كاملين اللي حيت نحافظ عليهم باش غدا ولا بعد غدا الا احتاجيت شي حاجه فيهم راه نقدر نخدم بها. بعد ما حيت لي كورد كاملين غنضرب واحد المسيحه خفيفه ظريفه في الكارتون باش كاين شويه ديال الغبره. وهذا هنا يفو فيغ اتونسيون لهذا الميكانيزم. هذا واحد ساني اليفاتور ديال لي كورد ما خصوش يطيح ليكم وخاص ضروري خصنا نخدموا به. يعني خص واحد يرد البال مزيان هذا ما كيكونش لاصق تيكون غير محطوط. دونك او مومون ديال فاش كتكونوا حيدتوا لي كورد يلفو فريمون فيغ اتونسيون لهذه اللعيبه هذه باش ما طيحش ليكم ما توترش. ضروري خصها تكون لاصقه في الجيتار. دونك نضرب واحد المسيحه هنا بالنسبه لي كورد اللي غنخدموا بهم هما هادو سي كارتي غاسا باريز. هادو هما لا ميور مارك اللي قاعد غنجربهم. يلا غادي نحلهم دابا باقي مازال ما جربتهمش. دونك هنا عندي المي الاو لا بروميير كورد عندي سي عندي سول جي 3 وعندي فين كاتبين هنا فوالا ري هي الدي هي لا كورد 4 ولا 5 كورد هي لا لا ا 5 وعندي المي مي غراف سي او 6. انا كنبدا ديما بلا بروميير كورد. دونك ركزوا معايا راه الطريقه سهله. هنا غادي ناخذ لا كورد ديالي لا بروميير كورد غادي نركبها ياك نركبها بيان سور. غنحاول ما غاديش ناخذ ما خصنيش ناخذ واحد لوبو اللي يكون من هاد الجهه يكون طويل بزاف خصو يكون شويه قصير بحال هكا. دونك غادي نشدها غادي ندور من هنا من اللور غادي من هنا هاد لابارتي هادي من اللور وكنشد هاد اللوبو هذا اللي دورت وكندوزو من هنا من اللور كنعاود ندير دور اخرى نعود ندير الثالثة كما كنكون شديت لا بروميير كورد. غادي ناخذ دابا لا دوزيام كورد وغادي نركبها بنفس الطريقه. هذه اول مره كنشوفها هنايا عند في هاد لي كورد هادو كنلقى جوج ديال ليبو كتلقى واحد كولوري هنايا كولوري بالزرق وواحد ما فيهش لا كولور. جو بونس كو هاد لا بارتي اللي بالزرق هي اللي تيقول لك خصك ديرها من هاد لو كوتي هذا. بنفس الطريقه غادي نركب لا دوزيام كورد. يعني هنا كاينه واحد لا بيتي ديفيرونس اللي غادي تشوفوها ملي كنبغي ندوز هادي غيادي خاص هاد لا كورد هادي تجي فوق ورا من هادي باش هادي كتزير لا دوزيام كورد كتزير لا بروميير كورد. دونك نشد بنفس الطريقه وغادي ندوز من اللور فوالا غادي ناخذ ندير العقده الاولى العقده الثانيه الثالثه فوالا كومسا كنكون زيرت دوزيام كورد ايجو كونتينيو سوغ لا تخوازيام. عندنا هاد لي تخوا بخوميييغ كورد هما لي كيكونو شوية صعاب لأن كيكون السبيب تالمون قاصح ماشي بحال النيلو. هادوك لي فيهم النيلو تيكونو شوية ساهلين. هنا بنفس الطريقة غنحاول ندوز تاني لا تخوازيام كورد باش نزير بها لا دوزيام اي لا بخوميييغ. فوالا جبتها من هنا من الفوق لا تخوازيام كورد خصها تبقى تحت من لا دوزيام باش تزيرها. دونك كندور تاني من هنا دونك فوالا الدورة الأولى الثانية نقدر ندير جوج كما نقدر ندير ثلاثة. أنا كنبغي ندير ثلاثة غير باش نزير مزيان وصافي.
كما صار لكم درت لا ثلاثيام. نفس الطريقه غادي نركب الكاتريام. او عجبتني لا كولور ديالها جديده. هنا عندي واحد لا ديفيرونس لا كورد لا كاتريام كورد لا سانكيام اي لا سيزيام كاين اون ديفيرونس. هذا لوبو هذا ما كيكونش كيشبه لهذا، هذا كيكون تيلمون مرخي وهذا كيكون شويه قاصح. دونك هذا هو اللي غادي يكون الفوق وهذا هو اللي غنركبو لتحت. بنفس الطريقه غادي نركب السانكيام لو كاتريام. غادي ناخد لوبو ديالو كناخذ لا بروميير كورد كنشدها كنخشيها هنا كنعاود ندور ونعاود نركبها عاوتاني اون دوزيام فوا نخشيها في لو ترو باش تصير مزيان. نديرها اون دوزيام فوا تروزيام فوا كنزير وعاد ابخي كنبدا نزير لي كلي. وبنفس الطريقه كنركب لي زوطخ. حتى لهنا غادي نكونو سالينا الدرس التالت. غادي نتسنى عاوتاني لي روتور ديالكم. ها كاملين الا كان شي حد لقى صعوبه باش يركب لي كورد سوكو في هاد لابارتي هادي